نتكلموا الان على حمله اعلاميه حول خدمات رقميه اللي نلقاوها. كاين اوسي كاتر ابليكاسيون اللي نقدروا نطلعوهم ديريكتومون سور لو تيليفون. يعني نقولوا دوكا الان المواطن يقدر يجبد الاوراق ديالو دون فاسيليتي اون نورم. يعني من الدار نقدروا نجيبوا واش حبينا. راح حد تفهمينا اكزاكتومون واش هي هذه الحمله الاعلاميه اللي بدات ما عندهاش بزاف. عطينا اكزاكتومون. بدات ابارتيغ دو 9 ابتداء من 9 ماي الى غايه 5 جوان 2021. هذه الحمله الاعلاميه يعني قامت بها قطاع العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي في اطار التعريف بالخدمات الرقميه المطوره من طرف هذا القطاع. ونحن كوكاله وطنيه للتشغيل على غرار الهيئات الاخرى التابعه للوصايا نعمل على اطلاق هذه الحمله الاعلاميه، والهدف منها هو تعريف الخدمات الرقميه المطوره من طرف هذا القطاع. دونك هذه الحمله تهدف الى تحسيس المواطنين خاصه متعاملي الوكاله الوطنيه للتشغيل للتعريف بالرقمنه واهميتها وضروره استعمالها، خاصه يعني في ظل هذه الازمه الصحيه اللي عرفتها الجزائر على غرار بلدان العالم. هذه الخدمات التي تم استحداثها يعني مسبقا ووضعت تحت تصرف المواطن حتى قبل ظهور يعني الكورونا، يعني هذه الخدمات استحدثتها يعني كان فيها توجد بريباراسيون باش نحققوا الان يقدر المواطن يقدر يستعمل هذه الخدمات. هي هذه الخدمات كما قلت لك الاخت لميا كانت ديجا استحدثتها يعني الوكاله الوطنيه للتشغيل، فقط يعني هذه الازمه الصحيه هي اللي ساعدت على بروز هذه التطبيقات الالكترونيه، هذه الخدمات الرقميه. لو كان تكلمين على هذه الخدمات اكيد كاين نظن نهضروا على لي زابليكاسيون. كاين كاتر ابليكاسيون نبداو افيك اون بروميير. تري بيان. دونك الخدمات هذه الالكترونيه يعني ما خصتش غير الوكاله الوطنيه للتشغيل فقط، يعني خصت جميع الهيئات التابعه لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يطفو القطاع على 118 خدمه الكترونيه تقدمها 35 منصه رقميه، كما انه يعني تم رقمنه 40 اجراء اداري متعلق بالنشاطات الاقتصاديه، تم الترخيص من 31 اجراء اللي راهو حاليا حيز الخدمه، وكاين 9 اجراءات اخرى في الطور التجريبي من بينها الخدمات يعني 15 خدمه تختص بها الوكاله الوطنيه للتشغيل تتفرع على 4 منصات الكترونيه، 3 منها اللي يمكن يحملها المواطن على الهاتف تاعو النقال، وكاين تطبيق اخر يعني على الويب. دونك نذكر من بين هاد نبداو بالمنصات فوالا تري بيان. دونك عندنا تطبيق نهضروا على التطبيق اللي راهو عبر الويب اللي معروف يعني ماشي حاجه جديده على المواطن الجزائري، فقط يعني ولا من اجراء يعني كلاسيكي ولا اجراء رقمي، وهو الوسيط اون لين نقولوا الوسيط عبر الرابط. هذه المنصه يقدر يدخل لها يوصل لها المواطن عن طريق الرابط اللي هو https://wasit-online.anm.dz. كي يدخل المتصفح لهاد المنصه يلقى فضائين، كاين فضاء الاول اللي خاص بطالب العمل واسمه اسباس دوموندور. هذا الفضاء الخدماتي تم استحداثه في سنه 2018، يعني هو يوجه لفئه طالبي العمل يقدم الخدمات التاليه: تسجيل طالبي العمل، تحديث بيانات طالب العمل الشخصيه، الاطلاع على عروض العمل، طباعه السيره الذاتيه المنشاه، طباعه بطاقه التسجيل، وكذلك الاطلاع على قائمه طالبي العمل اللي قصدوا الوكاله سواء توجهوا ولا راهم مستدعين من طرف الملحقات المحليه للتشغيل. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء الخاص بارباب العمل لي زومبلوايور، اسباس امبلوايور. هذا ثاني قلنا استحدث في سنه 2018 وهو موجه للمستخدمين، حيث يقدم عده خدمات من بينها دونك تعريف المستخدم، انشاء حساب مستخدم عن بعد من تحديثه، اطلاع على عروض العمل، اطلاع على الاختيار المترشحين، الاشعارات التوجيهات اللي تجي من الملحقات، ويعتبر كذلك لوحه تحكم للمستخدم. كيف
الوظيف نفسه يقدر يوصل للمتصفح من خلال نفس الرابط اللي هو https://wasitonline.com.dz. دونك هذا فيما يخص تطبيق يعني المنصه الاولى اللي هي هذا اللي خاص بالويب اونلاين خاص بالويب. قعدوا ثلاثه هما هالتطبيقات يعني يقدر يحملهم المواطن على الهاتف الذكي تاعو. اللي اولها قلنا نهضروا على مدونه الوظائف المهن واسمها لانام. هذه هي مدونه للمهن يعني يمكن هذه لانام تحدثناها في سنه 2015 يعني صدرت النسخه الاولى كانت اونيفرسيتي تقبي غوتيك. ومن بعد 2017 في 2017 تم اصدار نسخه عن طريق تطبيق بعبارة عن تطبيق يعني يحملوا قلنا احنا المواطن فيه. نعم تطبيق واسمه لانام انام نام بلوتو نام نام ان ام او سي لانام كلوتير اجيان دي ميتي. دونك قلنا هذا يحملوه على طريق الهاتف. وكاين في سنه 2019 وين ولا تطبيق عن طريق الويب على شكل الويب. هذه المدونه يقدر موجهه لطالب العمل مستخدمين مستشار التشغيل هيئه التوظيف الخاصه. واش يقدر يتقدم هذا التطبيق هو البحث بالمنصب البحث بالكفاءات والبحث بالقطاع المهني. يبقى بون نعطيو لو سيت سي اش لو لين بلوتو http://nam.anam.dz. اذا نعود نقول المنصه الالكترونيه هو وسيط اونلاين اللي نلقاو فيه فضاءين، فضاء لطالب العمل وفضاء لي بور لومبلويور. اي فيما يخص التطبيقات كاين ثلاثه، واحد منه اسمه نام او نيم ان ا ام او خاص لطالب العمل هيئات التوظيف، خاص ايضا البحث عن فيما يخص لي حوسو خدمه ولا ان امبلويور ولا لومبلوي اوسي بو شيرشي تانيت في لابليكاسيون افكتيفمون سي بور لي باش يقدر يقرب كيما نقولوا حنا العرض تاعو واش هو يعني متوفر في المدونه في المدونه كامله. تكلمنا على الوسيط اونلاين، تكلمنا على نام ان ا ام او خصو دوز ابليكاسيون سي حنا نتكلموا عليهم. نقول لا ثوازيام ابليكاسيون دونك التطبيق الثالث اللي هو تطبيق وكالتي مون اجونس. استحدث هذا التطبيق سنه 2017 وهو موجه لطالب العمل المستخدمين على حد سواء. يوفر خدمة تحديد المواقع الملحقات المحلية للتشغيل عبر كامل الطرق الوطني والبيانات المتعلقة بهذه الملحقات. يمكن للمتصفح أنه يلي جاي يقدر يدخل لهذا التطبيق من خلال لوليان دويب سي اش تي تي بي بوان بان بوان دو بوان دو سلاش 3w.anm.dz. ان فات هذا يمد لي زادريس effectivement spécialement ça j'ai rouge حبا زعما نقولوا حنايا زعما طالب العمل ولا المستخدم يعني المتعاملين الوكاله يكون ما يعرفش مقر تاع الملحقه اترافير هاد لابليكاسيون يقدر يوصل ليها سي اترافير لو جوجل مابس. كل ما يتعلق بالوكاله اللي راهو الملحقه لو يحوس عليها المعلومات الخاصه بالملحقه لو يحوس عليها. فوالا فوالا دونك قلنا يقدر يدخل اترافير لو ليان ويب اللي هو http /www.anam.dz/portrait-carto/ لم يكشف تقريني لا 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 كنت نحوس جوست على لادريس هذا سي اترافير لو ليان ويب سي اترافير لاندرويد سي https://play.google.com/store/apps/detail.d'interrogation id=dz.anem.monagence. Tout est très long. Tellement long. Il suffit. L'application en elle-même. Voilà. Wikalet. Très bien. Il peut télécharger c'est-à-dire l'utilisateur à travers le Play Store. Il suffit pour qu'il dise Wikalet il est trop long. Bien sûr, il télécharge. Il peut y accéder. Là-dedans, je vous garde où je suis en train de faire. Et puis, il faut que je vous dise les choses à la niveau européen. On va prendre التطبيق الرابع. الرابع وهو الاخير هو التطبيق عرضي مونوفر. هذا التطبيق استحدثه الوكاله الوطنيه للتشغيل سنه 2018. هو موجه لطالبي العمل حيث يتيح لهم امكانيه الاطلاع على عروض العمل المتواجده على
كامل التراب الوطني. معناتها وليك ماشي شرط يكون يعني مسجل في الوكاله، مي يقدر اي سوا اي مواطن يعني يقدر يدخل اترافير هاد لابليكاسيون يشوف كاع لي زوفر دومبلوي، سجل كاع العروض العمل متوفره على كامل التراب الوطني حسب الاختصاص حول حسب الموقع يشوف في برك ياكسيدي سجل لا دون يقدر يلقى كاع المعلومات اللي يحوس عليها فيما يخص طبيعه العرض ولا مكان العرض. فوالا يعني الهدف من هاد كل هاد التطبيقات وهاد والمنصه الرقميه الالكترونيه عفوا الهدف هو انه نقلوا من تجمعات نقدر نقولها مع الكورونا جو بونس كو جات في وقتها بور فاسيليتي انكور بلوس لا تاش للمواطن يقدر في عوض يروح للمكان هذاك ويدير لاشين وقاعد يستنى وما على بالوش اكزاكتومون كيفاش يدير باش يخرج الورقه ديالو اترافير هاد لي زابليكاسيون يقدر يعرف يكون عنده كامل المعلومات يا وسي لي نيميرو دو تيليفون بيان سور بيان سور يبقى كلش لا دون. دونك واش كنا نقولوا يعني الهدف هو كامل من هاد الرقمنه هو انه يعني هاد الفائده تولي على الطرفين سواء على الاداره ولا على المواطن. دونك من ناحيه المواطن اننا نحفظوا الكرامه تاعو يعني ولي كيما نقولوا حنايا غير دابا كي تدخل الاداره توجور تسيب هذاك كيما نقولوا حنا الزحام تولي ما يخلي لا لطالب العمل ولا المرتفق الوكاله الياس ما يخلي العون الاداره يخدم ثاني ترونكي. دونك من جهه كيما قلنا نحدوا من التنقل نوفروا على طالب العمل التنقل يعني وكذلك نقولوا ثاني هذاك الزحام ولا هذاك لاشين اللي يكون تعرفوا الاداره يعني عاده. وكذلك بالنسبه للاداره هو انه نخلوا العون الاداري في الاداره يخدم باريحيه باش ياخذ كما نقولوا حنا اون شارج كل ما يخص طالب العمل والانشغالات تاعو. نشكرك شكرا لك. اذا سيده فاطمه الزهراء نادي مكلفه بالاتصال على مستوى الفرع الولائي للتشغيل بالجزائر. شكرا لك اخت لاميه، شكرا لكم على الاستضافه.